السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناتكم الكرة مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى إحنا طبعا فرحة الفوز على الترحيل هتخلينا نفضل كده لحد يوم الاثنين بتاع ماتش بايرن ميونخ. محدش يزعل، أي نتيجة إحنا راضيين بيها، بس إن شاء الله أنا حاسس إن ممكن الأهلي يعملها ويكسب. ما كسبش هتبقى الهزيمة خفيفة، هيبقى 1-0 بالعافية، هيبقى الأهلي عمل كل جهده. إن شاء الله هنلتقي يوم الاثنين مع بايرن ميونخ، أيا كانت النتيجة ما تزعلكش، إحنا وصلنا للي إحنا عايزينه. إحنا اللي يهمنا مش مباراة بايرن، إن شاء الله ربنا يسهل وممكن نكسب مباراة بايرن. ما كسبناهاش إحنا عندنا على الثالث والرابع هنقابل الفريق بتاع أمريكا الجنوبية، تقريبا الفريق المكسيكي، وبإذن الله نفوز عليه ونبقى تالت كأس العالم. الخيارات كلها في صالحنا كأهلاوية، ما تزعلش حد خالص. أنا النهاردة بقى عايز أفرحكم بشوية تصريحات كده حصلت والرد عليها. أهم يعني هنبدأ بالتصريح الأول، تصريحات أبو تريكة. أبو تريكة سعيد جدا إن الأهلي فاز، وحاسس ان هو سعادته اكتر ان ده بيته، ان النادي الاهلي ده زيكم زي اي واحد معتبر الاهلي ده بيته. لما كسب امبارح مش مجرد فريق في الكوره بيكسب ماتش، لا ده بيت بيسترد كيانه، بيت كبير بيسترد كيانه. ده رد هو وعماد متعب، كمان عماد متعب واحمد شوبير ردوا على بتوع الطموح. قال لهم الطموح يعني ايه؟ الطموح يعني ان ناديك اللي هو النادي الاهلي يبقى فوق، مش مهم طموحك انت، انت هتاخد ده نادي كبير. الرد على بتوع الطموح اللي ده راحوا وجريوا واتخانقوا عشان الفلوس، وخدوا فلوس باسم ايه؟ الطموح. خدوا الفلوس وفي نفس الوقت النتائج بتاعت الفرق بتاعتهم ما وصلتهمش حتى انهم يبقوا تالت الدوري. كنا السنة اللي فاتت طمعانين انهم يبقوا تاني الدوري، قلنا عشان يبدعوا الزمالك ما وصلوا وبقوا تالت او رابع الدوري السنة اللي فاتت. السنة دي مفيش خالص، 4 هزايم تقريبا وخسروا نقط كتيرة، دول بتوع الطموح. طيب هنيجي بقى للرد على الاخ المعز ده سوداني اصلا وبيلعب، واخد الجنسية القطرية وبيلعب في قطر، اللي قالك انا بحترم النادي الاهلي. الاخ اللي اسمه المعز قال لك ايه؟ قال لك انا بحترم، احنا كانت مشكلتنا او غلطتنا ان احنا ادينا للنادي الاهلي اكتر من حقه، وده اللي خلى النادي الاهلي ركب علينا. يا عم هو ركبك من غير ما تديله حاجه، هو اصلا ما كان نازل، انت ما اديتلوش، هو كان نازل الاهلي سلقك طول الماتش 70% استحواذ. انت شفته امتى او عرفته امتى، او انت بتقول، انت بتقول انك انت اديت الاهلي اكتر من اهله من حقه، ورغم كده الاهلي رد عليك في الملعب 70% استحواذ، مستحوذ على الكوره 70%. انت بتتكلم ازاي؟ انت اللي مديله اكتر من حقه، ده هو اللي كان مديك اكتر من اداك اكتر من حقك في الشوط الثاني، وده الكلام اللي انا قلته لما بدأ يغار اللعيبه وينزل لعيبه تانية مدافعه. فانت ما تقولش انت اللي اديت للنادي الاهلي اقل اكتر من دفع من حقه، وده الاهلي اللي اداك اكتر من حقك، واداك اكتر من حقك بكتير كمان. امبارح في اتوبيس اللعيبه كان في اللعيبه وهي مروحه كانت سعيده جدا ومبسوطه انها وصلت انها تلاعب بايرن ميونخ. السعاده نفسها يا جماعه انك تلاعب فريق، انت تخيل نفسك كده بتلعب لعبه معينه او ليك هوايه لعبه معينه وبتقابل اقوى واحد في المنطقه في بلدك في منطقتك، لو انت بتلعب لعبه اي حاجه وبتلعب اقوى واحد في بلدك، دي سعاده في حد ذاتها. خدوا بالكم النهارده انا قاعد مستني عشان هجيب لكم ان شاء الله، مستني خالد الغندور والعياط والنياط. انا بقول لكم العياط والنياط هو ده طريقته، يقعد يعيط
ويجيب لك مشاكل، يطلع لك مشاكل عند الدحيل، وان الاهلي كسب الدحيل عشان كان الدحيل عند واحد شرزه في رجله وواحد تاني كان طالع من دماغه وما اعرفش ايه، لازم يطلع لك من الدحيل اي حاجه علشان خاطر انت تبقى عارف ان فريقك ما كسبش فريق بمجهوده، لا ده كسب بمساعده الدحيل نفسه. ده الاساس اللي ماشي عليه قناه الزمالك، او في تبع لقيادتها بعد ما مشي مرتضى منصور، تبع لقيادتها الجديده الاخ خالد الغندور. الاساس عنده انه اي فريق ضد الاهلي هو لازم يقف ضده، يقول لك الفريق ده مثل ده فريق ما عندوش طموحات، ده فريق تعبان. زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، قلت ان هو كان بيتكلم عن فرجاني ساسي، بيقول فرجاني ساسي لو راح هناك هيخسر طموحه. امال انت كنت فرحان بطموح رمضان صبحي ليه؟ امال ازاي انت بتتكلم دلوقتي عن النادي الدحيل اللي هو مصروف عليه ملايين اكتر من نادي بيراميدز، ورغم كده كنت سعيد جدا ان رمضان صبحي، ويوم ما رمضان صبحي جاب جون قعدت حلقه كامله تتكلم عن الجون اللي جابه رمضان صبحي، وتقوله قد ايه هو عنده طموح انه بيلعب في فريق زي البيراميدز، رغم ان الفريق ما فيش فرق ما اتغلبش منها، ده ما اتغلب من طوب الارض. فريق مصروف عليه مليارات، ده الفلوس اللي عليه ديت كانت عملت برشلونه. الفلوس اللي صرفت على البيراميدز اللي انت كنت فرحان له ومبسوط له دي تعمل فريق زيه زي برشلونه بالظبط. ده وجهه نظري انا. الفلوس اللي اتصرفت تعمل فريق زي برشلونه، ورغم كده بيخسروا من طوب الارض. كنت سعد بلعبة الاهلي اللي خرجت من الاهلي وراحت بيراميدز. دلوقتي بقى فرجاني ساسي وحش وبيقضي على مستواه لما راح يلعب في الدحيل. بالعكس انا شايف الدحيل فرقه حلوه والله. بس الاهلي نزل عارف يتعامل معاهم في الشوط الاول، الشوط الثاني في اخطاء من المدرب وانا قلتها في الفيديو اللي فات. اللي عايز يعرف الفيديو اللي فات اهو، هتعرف الاخطاء اللي عملها موتسيماني اللي مش عارف انه بيشجع انه بي مدير فني للنادي الاهلي، ومش عارف يعني ايه النادي الاهلي. النادي الاهلي ده بينزل يقف بطوله، لو ما عندوش مدير فني هيلعب. انا بقول لك اهو، يعني النادي الاهلي ده لو راح كده لوحده وما عندوش مدير فني هو هيلعب وهيجيب بطولات. فانا شايف ان اللي اداله اكتر من حقه، اللي ادى للدحيل اكتر من حقه الاهلي، مش العكس، مش الدحيل هو اللي ادى للاهلي اكتر من حقه. انا ارجو ان انا اكون وصلت وجهة نظري. في حاجه تخص الزمالك ادخلها لكم برضو من ضمن الفرحه، ان اللاعب اللي اسمه اشيمبونج ليه مليون و100 الف دولار او 250 الف دولار كمان عند الزمالك، والزمالك قال له ده احنا ادينا الفلوس ليه، ادينا الفلوس للمدير للوكيل بتاعك، وطلع الكلام كده والموضوع متحول للمحكمة الدولية الجنائية. خد بالك، المحكمة الدولية الجنائية، يعني في ناس ممكن تاخد سجن سرقت فلوس. ده الفيفيرو قالت انها قررت انها تودي الموضوع للمحكمة الجنائية الدولية، لان في مليون ومئة الف دولار اتسرقوا، واتقال ان الوكيل خدهم والوكيل قال ما خدهمش، ولازم يبقى ماضي اشيمبونج على لو الوكيل خدهم لازم يبقى وكيل ماضيله على البتاع بتاعه ان هو ياخد ان ياخد الفلوس، لكن طلع ان اشيمبونج مش ماضيله. فالموضوع لسه كبير وشكله هياخد وقت. ارجو ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وارجو اذا عجبك الفيديو اعمله شير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ويا ريت اللي مش مشترك في القناه يبقى مشترك معانا، ضيف دايما عندنا ينورنا في القناه، ويا ريت يا ريت يا جماعه تزودوا اللايكات عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. اشكركم واتمنى اشوفكم في كل خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.